انا هناكل دلوقتي مع بعض راس السمكه اللي كلمتكم عليها قبل كده، اسمها كابالا كاكاب. كابالا 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 اسم السمك، كاكاب مين روس. تمام، هناكل مع بعض الكلام ده. انا جايب هنا كوكونات ووتر وعش ليمون، بس مش انا بقولها لكم، بس مش هشربها دلوقتي. طبعا جايب أكبر طبق في الدنيا، موجود من الطبق هنا كبير أوي، هعمل يا أرتي كيبالا، لوت كيبالا، كيلابا، يس، نو بروبلم. هذه السمكة، راس السمكة تقيلة أوي، أنا حتة مش مشجعة الصراحة. طيب ده كده الرز، بحطه في الورق ده عشان بينشف بسرعة، بيعملوا هنا الرز بالمية بينشف بسرعة، خليه على جنب دلوقتي. هي دي بقى رص سمكة، بس ملهاش ملامح لحد دلوقتي. هنطبق ونشوف. بسم الله، ريحتها مش مشجعة الصراحة. ايه ده، بقى كيس تاني. الموبايل هيفصل شحن، هنا بسرعة كده. بعمله في نفسي ده، ايه ده؟ ايه ده؟ هو تقريبا من كتر الطبخ بتاعها اتهرت. ايه يا عم ده؟ فين يا عم؟ ايه ده بقى ده؟ ايه اللخبطة دي؟ خلينا الاقي راس بقى شكلها واضحة ولا بتاع الدنيا بايظة خالص. بصوا هي دي ايه الراس المفروض يعني، فانا اتعامل بقى، نلقاكم بعد الفاصل، سلام.